السلام عليكم أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. مبدئيا بكل حاجة، السؤال إنك تقول ما استفادت الأمة، هذا يعني أنا بالنسبة لي شايف سؤال بايخ. الآن مع احترامي لك، أنا ما أقصدك، أنا عموما أحكي عن السؤال. إذا بايخ فهذا فعل الصلاة سلم، فمعناها الصلاة سلم مالتك بايخ. صحيح البخاري اسم الكتاب، هذا صحيح البخاري اسم ما منتشر، صحيح البخاري اسم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، أيامه موجودة، مو عن الرسول، رواية عن جابر بن عبد الله، أيامه. أيامه، إيش هذا اسم الكتاب طيب جيد، فمن أيامه كان نزع الباسة وبانت عورته، صح؟ لا، الإمام النووي قال إن الإمام النووي، تعرف يعني من شيوخ السنة، وأنا أتكلم نعم من منظور سني، ما نعم أتكلم من عموم، نعم أعرف من منظور سني. أنا أي. الإمام النووي قال إن الله حامي رسول الله من قبل أن يبعث، والدليل رواية ثانية في البخاري أن جبريل عليه السلام أخذ نصيب الشيطان منه من قلبه، قلتها قبل شوية أتوقع. فعندنا النبي ليس معصوم، النبي الله كان يحميه، لكن قبل البعثة، قبل أن يوحي إليهم من وحي منه. يعني قبل البعثة كان الله يحميه ولا ما يحميه؟ يحميه بحدود، النبي عندنا مش معصوم، يحمي فيه خطأ. يحميه بحدود. هل حماه حينما صاح أصبح عريان؟ نعم، حماه أغشي عليه. بس صار عريان، يعني ما لحق عليه، كان متأخر شوية. نعم ربك شوية تأخر. يا أخي، احفظ الفاظ. الآن متجاوز، أنا أقول ربك، شبيك شبيك متجاوز أني، ربك ولا مو ربك؟ ما ايش قلت؟ انا قلت لك ما تاخر، هو فورا لا، أنت لماذا تقول، أنت لماذا بوقت يعني دقيقة توقف بعدين اخشي عليك، دقيقة بنفس الوقت بالرواية دقيقة، لماذا تقول لي احترم نفسك؟ أنا ما سبيتك، أقول لك ربك، ليش زعلان؟ انا قلت كلمة فارغة، ما قلت كلمة خب هذه الفاضي ما بيها شيء. ربي ما دفع عني. اي لا، انا ربي مو ربك، جيد، فانا اسالك، اقول لك هل ربك تاخر لان هو صار عريان؟ وين ربك؟ بالطريق؟ الرواية تقول عريان. تسمعني؟ الرواية تقول صار عريان، عريان، فربك وين؟ تاخر بالطريق ولا شنو؟ ما بعد ما كلمة عريان فأغشي عليه. ما هو قبل ما يصير عريان المفروض يجي يقول له انت جاي تفكر تصير عريان، دير بالك، انتبه. شيخ عم العباس قال له شيل إزارك لأنها كان منتشر من الجاهلية، وأنت تعرف يعني منتشر. عارف. دقيقة دقيقة دقيقة، شنو كان منتشر؟ منتشر شنو كان منتشر أمام شيء شي عادي، لا يخدش الحياة، حد مش عارف شنو يعني، لا أحد يعرف إن هذا الحياة ممكن ينتشر عبر. ما هو المنتشر أيام الجاهلية؟ شد الإزار عشان يحمي الحجاب، يعني منتشر أيام الجاهلية، ينزعون الباساتهم ويحطونها على ظهرهم حتى يشيلون حجارة. عمّة كون اللي قال له لا، نعوف عمّة، جاوبني على هاي النقطة، كان منتشر أيام الجاهلية ينزعون الباسهم ويحطونها على ظهرهم، صح؟ شلون؟ ها كان منتشر، مش كان منتشر، مش عشان ما هو بحدود، الكل كان يشد إزارة عشان يشتغل طبعا، ولحد دايما الكل يشد إزارة عشان يشتغل طبعا، عشان يعرف يشتغل، هذا شيء عادي جدا، حتى يعرف يشتغل، شيء عادي جدا، يعني ينزع الباسة يحط الباسة على ظهره حتى يقدر يشتغل ياخذ راحته. ياخذ راحته بالشغل، يحمي الحجارة. الله كامل. طيب شكرا لك اخي، ايش الغرض؟ شكرا لك، لا يدخل علي ابو سفيان، والله العظيم شكرا لك، صدق كذي بتطيح اصلا لك، اقطع الاتصال واحفظ لمكه هيبتها، اقطع الاتصال اقطع الاتصال واحفظ لمكه هيبتها، اقطع الاتصال ولك عمي، والله كارثه والله اقطع الاتصال واحفظ لكفرة قريش هيبتها، هيبتهم يا يابا.
يقول لي عادي كانوا ينزعون لباساتهم ويحطونها على عادي يعني تعبون حارة الدنيا والهاي تدرون يعني انتم واحد يحتر من جوه يبرد. اقطع اقطع الاتصال واحفظ لمكة هيبتها. اقطع شكرا طبعا مع احترامنا الكفار قريش طبعا اعتذر من هذه الإساءة. الآن هم طلعوا من نار جهنم يلطمون على رأسهم يقولون عمي عمي والله العظيم ما نازعين الباساتنا يا عمي معروفين بالشرف ومعروفين بالملابس الراقية ومعروفين ومعروفين ننزع الباساتنا ونشتغل